قوية بين نهضة بركان وحسنية أكادير، وهذا هجوم لأولمبيك سافي. محمد المرابط يفتتح الحصة على حين غرة الكل حقيقة. دفاع تنفيذ الدقيقة 67 والسعيدي قلت واحد من ركائز فريق شباب. دائما محاولة مرغون، هل تم اسقاط اللاعب رشيد ياتش؟ كنترول الكرة بن علي بالفعل. كانت كانت دفع من محمد الوريدة. كان كي ايوب مجيد مختار الملوكي ايوب يستعيد ايوب، والهدف الثاني من نقطة الجزاء لصالح فريق شباب.